المشهد الرابع هو مصر. كيف مصر تتعامل مع هذه الأزمة؟ حتى هذا الوقت مصر تراقب. مصر دولة تقوم ببناء نفسها، عندها مشروع وطني طويل المدى وعليها أن تحافظ عليه. ونلاحظ أن هذه الأزمة هي التحدي الثالث لمصر. كان عندنا تحدي الإرهاب، ثم تحدي الكورونا، ودلوقتي في تحدي أزمة دولية عميقة. لكن أنا بقول أنه مع هذه الأزمة اللي اتاخد دايما علينا موضوع القمح، أنه أوكرانيا وروسيا بدون قمح وحاجات زي كده، أنا أتصور أنه مصر عندها مصلحة رئيسية في حماية مشروعها الوطني أن يحدث استقرار في العالم. أن حالة الأزمة، لأن مصر مع نموها بتبقى مش عايز أقول الجغرافيا الاقتصادية بتاعت مصر كثير منها بحري، مش بس الغاز وقناة السويس وكده، إنما فكرة الصادرات والواردات والحاجات اللي زي كده مهمة. ولذا أرى يعني أمرين. الأول هو أن مصر تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة للاجتماع. هذا استقرار هذا العالم ليس وظيفة روسيا وأمريكا. أن دول زي مصر، دول زي الهند اللي امتنعت عن التصويت، دول زي جنوب أفريقيا، يعني نسعى دبلوماسيا وسياسيا أنه مش في الحكاية مجلس الأمن ويبقى فيه حق فيتو وكده. وده استخدمناه احنا زمان، اللي هو القرار بتاع من أجل السلام، اللي هو ممكن تستدعي الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنه يبقى فيه كور من الدول اللي هي عندها نفس الإشكالية بتاعتنا زي عدم الانحياز. يعني احنا عايزين بس معنى جديد لعدم الانحياز، احنا بمفهومه جديد، احنا منحازين للجميع في العالم طالما يوفروا الاستقرار. صحيح. إنما وظيفة القوى الكبرى هو أن تحقق الاستقرار، عملته في الحرب الباردة بطريقة معينة، عملته بعد الحرب العالمية الثانية بطريقة معينة، عملته بعد انتهاء الحرب الباردة بطريقة معينة. إنما كان في دار، إنما اللي بيحصل دلوقتي هو منذر بشدة. شكرا.